اليوم نحيي الذكرى 80 لتقديم وثيقة مطالبة بالاستقلال. هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة علينا لأنها أولا هي اللي كان منعطف باش أول المغرب الحمد لله استرجع الاستقلال ديالو. ثانيا لأنه كان هنالك مشروع مجتمعي دفع عليه الرواد الوطنية آنذاك لتهدف إلى أولا بناء الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية، لتهدف إلى تحرير المواطنات والمواطنين من قبضة الاستعمار، لتهدف إلى تحرير وضمان حرية التعبير بالنسبة للمواطنات والمواطنين وبناء المواطنة الحقة، لتهدف إلى تحرير النساء كذلك وتحرير ما هو مرتبط كذلك المواطنات والمواطنين من الجهل من الفقر وكذلك من الإشكاليات المطروحة آنذاك. واليوم يمكن القول 80 سنة بعد هذه الوثيقة بأن المغرب الحمد لله خطى خطوات جد مهمة في هذا الإطار، لا في مجال الوحدة الترابية، وتنشوفوا النجاحات اللي تحققت والمكاسب اللي خدينا مؤخرا بالنسبة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، ما تحقق كذلك في المجال الاقتصادي حكم أن بلادنا عرفت واحد التطور مهم، واليوم دخلنا في جيل جديد من الاستثمارات الكبرى في هذا المجال، وخير دليل على ذلك وهو اتفاقية يتم توقيعها ما بين جهة الملك حسين سعيد الله ورئيس دولة دولة الإمارات المتحدة العربية، وكذلك الاستثمارات الجديدة في مجال أمونياك الأخضر، في مجال البطاريات، في مجال السيارات الكهربائية، وكذلك في مجال قطارات فائق السرعة. وهنالك بالطبع تطور اجتماعي مهم، وخير دليل وهو تميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات المعوزة، وهذا الدعم فهو غيكون عنده واحد الوقت جد إيجابي لأنه غيساهم في محاربة الفقر، وجعل أن كل المغاربة يستفدوا من ثمار التنمية، وهذا تدخل في إطار الوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية اللي قدمها حزب الاستقلال سنة 1963. ينظم حزب الاستقلال مهرجانا خطابيا برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ نزار بركة. هذا المهرجان الخطابي الذي يحضره جمهور غفير من مختلف أنحاء وأقاليم المملكة المغربية، رجالات الحاضرين معنا هم من الأبطال، ويحضر معنا كذلك أعضاء المجلس الوطني، وكذلك يحضر معنا السادة الوزراء وأعضاء المجلس الوطني، ونحتفل اليوم بهذه الذكرى ونستحضر فيها روح وقيم ومبادئ الوثيقة. هذه الوثيقة كذلك التي نستحضر فيها تضحيات المجاهدين والمكافحين من أجل تحقيق الاستقلال ومن أجل بناء المغرب ومن أجل تحقيق الديمقراطية. إذن كذلك نستحضر قيم ومبادئ هذه الذكرى ليستفيد منها ولنعلمها لأبنائنا ولجيلنا، هذا الجيل الذي يعرف كفاح ونضال أجداده وآبائه من أجل تحقيق الاستقلال وتحقيق العيش الكريم الذي يرغب فيه اليوم الشباب المغربي. إذن هذه الذكرى تذكرنا بمحطات تاريخية كبرى للمغرب الذي عاش 15 قرن من الكفاح ومن التضحيات. إذن هذه محطة أساسية نفتخر بها في تاريخ المقاومة وتاريخ الاستقلال وتاريخ بناء الديمقراطية وتاريخ بناء المؤسسات من أجل مغربي الكرامة، مغربي متضامن، وشكرا لكم.